السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ياسر البراك وهذه حلقة جديدة من شو نيوز من إعداد وجدان تشان. لذلك خلونا نبدأ في خبرنا الأول. أجلت الحلقة الثالثة لأنمي فاير فورس التي كان من المفترض أن تعرض الأسبوع الماضي. الحساب الرسمي لأنمي فاير فورس على تويتر أعلن عن إيقاف العرض وتأجيل الحلقة الثالثة من الأنمي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن موعد العودة في المستقبل. الحساب لم يذكر أبدا سبب هذا التأجيل، لكن يبدو أن الأمر له علاقة بالحريق الذي أصاب استوديو كيوتو قبل أيام. الغالب أن بالفعل تأجلت بسبب الحريق، لا سيما أن الأنمي يتكلم عن الحرائق ومآسيها، فزي ما شفنا في أول حلقتين، فقد يكون هذا الإيقاف تقريبا تقدير للضحايا. في خبرنا الثاني، كشفت كونامي خلال بث مباشر لفعالية جمب فيكتوري كرنفال 2019 عن حصول سلسلة يوغي أوه الشهيرة على أنمي تلفزيوني جديد، وسيتم عرضه في عام 2020. الأنمي الجديد سيكون احتفالية بالذكرى العشرين للسلسلة، وشوقت كونامي للعمل بقولها أن تاريخ سلسلة يوغي أوه سيتغير. هل فعلا سيتغير أم أن كلام تسويق تشويق؟ ننتظر ونشوف. في خبرنا التالي، أعلنت مجلة في جمب في عدد سبتمبر عن حصول مانجا ون بيس على مانجا جانبية ستكون بعنوان ون بيس جاكون أو أكاديمية ون بيس، وسيتم نشرها عبر مجلة سايكو جمب ابتداء من 2 أغسطس. الرسام سوهي كوجي سيتولى رسم المانجا الجانبية. وفي خبرنا التالي، حقق فيلم تينكي نو كو للمخرج ماكوتو شينكاي افتتاحية قوية في السينما اليابانية، حيث استطاع بيع 1,159,000 تذكرة وحصد ما يقارب 1,250,000 ين، أي ما يقارب 15 مليون دولار، وذلك خلال أول 3 أيام من عرضه. الفيلم تم عرضه على 359 قاعة و 448 شاشة في اليابان، وذلك ابتداء من عرض يوم الجمعة 19 من يوليو. الفيلم بهذه الإيرادات استطاع تجاوز فيلم المخرج شينكاي نفسه السابق يور نيم أو كما يعرف بكيمينو النوا بنسبة تجاوزت 28%، حيث حصد فيلم كيمينو النوا 1.2 مليار ين خلال أول 3 أيام من عرضه في 2016. المخرج شينكاي أكد بأن الفيلم سيحصل على عرض عالمي، وأن العرض قد تقرر بالفعل في أمريكا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. إن شاء الله أن المقصود بآسيا دولنا العربية أو عندنا بالسعودية كأقل تقدير. وفي خبرنا الأخير، أعلن الموقع الرسمي لأنمي هيرو ماسك عن حصول الأنمي على موسم ثان سيتم عرضه عالميا، ذلك في 23 من أغسطس. كما كشف الموقع عن الصورة الظاهرة أمامكم، الموسم الأول تم عرضه في ديسمبر 2018، وتدور القصة حول أحداث مروعة يقع خلفها قناع غامض، ويعمل المحقق جيمس بلود على كشف الحقيقة الغائبة والأسباب. ختاما، هذه كانت أخبار الأسبوع الماضي. لا تنسوا أن تشكروا وجدان على هذه الحلقة. أنا ياسر البراك، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم.